ومكملين بمحطاتنا الصباحية معكم. دائما بأيام البرد بنبحث عن مصادر أخرى للتدفئة، وأحيانا بنكتشف أنه بعض الأشياء ممكن تزيد من درجة الحرارة من دون معرفة السبب. وعلى سبيل المثال لما نكون راكبين سيارة بنلاحظ أنه أشعات الشمس اللي عم نتعرض لها من خلال زجاج النوافذ أحيانا بتكون حارقة. شو رأيك أفردي؟ تماما، بالصيف تالا بنحس في هذا الشعور، وبيكون جميل مثل الرحمة بيكون بالشتوية. عم تلحي هلأ أنه إحنا بدنا هذا الموضوع بالضبط. واليوم لحتى نتعرف أكثر عن سر حبس الطاقة الحرارية من خلال الزجاج بدنا نستقبل سوا المهندس قصي الغزالي اختصاص طاقات متجددة، والمهندس وسام ديوب اختصاص طاقات متجددة. أيضا أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. سعد صباحكم. أهلا وسهلا وسام، خليني نبلش معك، كيف اجت فكرة هذا المشروع؟ حكي لنا أكثر. هلا صراحة بداية فكرة المشروع برزت من خلال الواقع اللي عم نعيشه، يعني من أزمة طاقة وتدفئة وقود على المستوى العالمي بشكل عام والمستوى المحلي بشكل خاص. فنحن اتجهنا كمهندسين انه بظل غلاء سعر الوقود وعدم توفره وصعوبة تأمينه، لجأنا نحن كمهندسين طاقات متجددة انه نستغل المصادر الموجودة حوالينا اللي هي المصادر الطبيعية من خلال طاقة الشمس، كذلك الامر من خلال العناصر الانشائية اللي بتدخل بالمباني اللي هو اهم عنصر فيها هو الزجاج صراحة، انه كيف نحن فينا نوظف هاي العناصر بحيث انه تخدمني انا، توفر علي طاقة بالنسبة للتكييف والتبريد المستخدم بالمباني. فاجت فكرة المشروع لحتى تجاوب على سؤال، هل الزجاج قادر من خلال خصائصه الحرارية انه يقلل الطاقة المصروفة على التكييف والتبريد؟ من هون انطلقت. يعني فعلا فكرة كتير حلوة، وخاصة انه في ابنية مهما استخدمت لها ادوات للتدفئة بتضل باردة، ممكن تكون حجمها الكبير مكانها، وايضا ممكن يكون يعني في مناطق جدا باردة تالا مناطق مرتفعة. فكرة جدا صحيح. جميلة. بدنا ننتقل لعندك قصي، بدناك تخبرنا عن الآلية اللي تعمل فيها المجسمات. للنجاوب على سؤال وسام، عملنا نموذجين مصغرين لمنزلين لنفس المواصفات من اسمنت، عملناهن وضعنا مصادر حرارية داخلية اشعة تنجستين، وضعنا حساسات بتقيس درجة الحرارة بكل نموذج. الفرق الوحيد انه احطنا احد نموذجين بغلاف زجاجي. فلاحظنا انه خلال ساعة زمنية فصل الشتاء وقت شغلنا التدفئة، لاحظنا انه البيت المحاط بالزجاج ارتفع ضعف درجة الحرارة اللي ارتفعه ضعف عن البيت الغير محاط بالزجاج. معنى اخر يعني خلال ساعة ارتفع البيت الغير محاط بالزجاج 5 درجات، ارتفع البيت المحاط بالزجاج 10 درجات، فارتفع الضعف من خلال ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري اللي طيف المرئي أشعة قصيرة الموجة وأشعة طويلة الموجة. الأشعة قصيرة الموجة بتنفذ خلال الزجاج، أما الأشعة طويلة الموجة فبتنعكس فبتشكل ظاهرة احتباس حراري بواسطة الزجاج. حلو كتير، يعطيك العافية. طال لو تعرفي بشو عم فكر، يعني هلا في زجاج منيح نحن حوالينا، قد ايه ممكن تكون مفيدة الصبح أول ما نوصل؟ هي هي يعني نحن لازم من المشروع نجربه هون، شو رأيكم؟ أكيد لازم التجربة الأولى عنا. على سيرة التجربة، بعيدا عن النماذج التجريبية، عملتوا تجربة فعلية وعملية لهذا المشروع؟ هلا نحن كتجربة تطبيقية على أرض الواقع حاليا بصراحة ما عملنا، ولكن قمنا بالعمل على برنامج ترانسيس. هذا البرنامج بيعطي محاكاة واقعية لأي نظام أنت بتستخدميه، سواء تدفئة باستخدام الطاقة المتجددة بيعمل محاكاة. فمن خلال هذا البرنامج نحن دخلنا بارامترات الطقس لمدينة دمشق وبارامترات العناصر الإنشائية اللي استخدمنا زجاج سيليكا الألمنيوم اللي هو اخترناه لأنه له خصائص حرارية كتير جيدة جدا بصراحة، بحبس الحرارة وبالسماح للأشعة المرئية بالنفاذ وعكس الأشعة تحت الحمراء. فواقعيا ما كان فيه، ولكن هذا البرنامج اللي هو ترانسيس بيسمح أنه يعطينا نتائج شبه واقعية. يعني أنا إذا بدي صمم أو بدي نفذ مشروع على أرض الواقع، أنا بدل ما أتكلف وأدفع ماديات ودراسات وكذا قبل ما أتكلف عليه ومثله على أرض الواقع، أنا فيني دخل هاي المعطيات اللي عندي على برنامج ترانسيس ليساعدني انه يقول لي هل هذه الفكره ناجحه ام لا. فالمعطيات اللي اعطانا اياها برنامج ترانسيس كانت كثير جيده جدا. هاي الاليه خفضت من 18 ل 25% من احمال التدفئه للمبنى اللي تنفذت مشانه. ف إذا تنفذت على أرض الواقع إن شاء الله رح تعطي نتائج كتير جيدة. طيب قصي، خلينا نحكي عن التنفيذ. بحال التنفيذ شو الآلية اللي ممكن يتبعوها الناس لحتى يستفيدوا منها؟ هلأ من الضروري أنه يكون بأي بناء، البناء الجديد أنه يكون الواجهة الجنوبية زجاج، لأن أفضل وضعية للشمس بتكون فصل الشتاء من الجهة الجنوبية.
فالأفضل أن يكون واجهة جنوبية مقابل الشمس فصل الشتاء هي أفضل نموذج. هلأ فينا أنه على الواجهة على الناحية الشرقية والغربية بس ما بتعطي مردود مثل الواجهة الجنوبية. فأفضل وضعية للشمس خلال فصل الشتاء بتكون الجهة الجنوبية. يعني أثناء بناء أي بناء المفروض يتم أنه يأخذ الواجهة الجنوبية. استغلال الواجهات الجنوبية بحيث نحن بنحصل على أعظم استطاعة حرارية من الشمس بوضعية الشمس عند الجهة الجنوبية. يعني هلأ بدنا نحكي شوي عن سلبيات وإيجابيات. أكيد أي مشروع أو تصميم بيكون فيه له إيجابيات وسلبيات. خلينا نحكي عن أكثر. صحيح. هلأ رح نحكي أول شيء عن الإيجابيات. أكيد. إيجابيات هو إنه وفرنا نحن مصروف طاقة كبير بالنسبة لحمل التدفئة يعني خلال فصل الشتاء. لأنه عادة نحن يعني بالحالة العادية نحن بنلجأ للحرارة بفصل الشتاء بدرجات الحرارة متدنية. فبالصيف تكون غير مرغوبة. هذا التطبيق أو هذا النظام أمن لطاقة حرارية خلال فصل الشتاء من خلال مصدر طاقة متجدد أنه من دون استخدام أي شيء بس من خلال استخدام العناصر الإنشائية للمبنى. فهي المعطيات اللي أعطاني إياها هي كانت إيجابية جدا. وفرنا بين 18 مثل ما قلت لك ل 25% من الطاقة الحرارية المستخدمة على تدفئة المبنى. هي بالنسبة للإيجابيات. بالنسبة للسلبيات هو ما فينا نعتبرها حتى سلبية. هو بس خلال فصل الصيف أنا هاي الحرارة غير مرغوب فيها عندي ضمن المنزل أو ضمن المكان اللي أنا عامل فيه هذا النظام. فأنا ممكن يرفع لي درجة الحرارة درجات غير مرغوب فيها، لا يعني ما عاد أقدر أتحملها خلال فصل الصيف. بس ممكن نتغلب على هذا الشيء من خلال إسدال العوازل على الغرفة الزجاجية، العوازل الحرارية، أو من خلال فتح النوافذ وعمل تيارات هوائية، أو من خلال مثل ما حكينا عزل النظام حراريا من الخارج. بدنا نعرف من قصي إذا ممكن إضافة مهام أخرى لهذا التصميم. هلا فينا أساس نعمل مشروع مع الطلاب الجداد إنه نخلي فراغ هوائي بين لوح الزجاجي والجدار تبع النموذج ونضع بالجدار فتحتين أعلى وأسفل الجدار مشان الهواء البارد يخرج من الفتحة السفلية بالجدار ويسخن عن طريق الفراغ بظاهرة احتباس الحراري ويتجدد الهواء السخن من الأعلى. ويفضل أنه يكون الواجهة الزجاجية مضاعفة مشان نخفف الضياعات الحرارية بالنموذج. وسام، بحال اعتماد الناس هذا النوع من التصميم الموضوع يعتبر مكلف ماديا وممكن أنه يقوم بمهام الطاقة الشمسية؟ لا، هلأ بالنسبة للتكلفة المادية هلأ ما فيك تقولي مكلف ماديا قد ما هو رح يوفر عليك مصاريف الأيام وراح تبال. أكيد. يعني أنا مثلا أنه في أولائي عندي جو راحة حرارية درجة حرارة 25 إلى 27 درجة مئوية بالشتاء بتكون كتير كافية أنه تجعل الجو مريح حراريا. فهذا النظام بيأمن لي إياه. فأنا كتكلفة مادية صح ممكن بالبداية حط تكلفة بس ما في ما التكلفة الكبيرة بس أنا أو راحة. هذا النظام يعني عمره طويل. يعني أنا مثلا تكلفت بمبلغ حاليا راح يكون مردوده كتير رائع مع الأيام، ما راح أعود أكل هم لا برد ولا أي شيء ثاني. يعني من خلال النتائج بتكون مرضية أن تغطي التكلفة المادية. يعني بتوقع بهذا الوقت صار وقت أنه نبتعد عن الطاقات الغير متجددة ونلجأ للطاقات المتجددة بما أنه يعني فعلا بهذا الوقت تالا المستقبل يعني كله للطاقات المتجددة ومن الشمسية. تمام. بدي أعرف ممكن ردات الفعل لما عرضنا المشروع، هل تم عرضه مثلا ببعض المعارض؟ لا، احنا شاركنا بمعرض الكلية الهمك كان بإشراف وزير التعليم العالي، نوجه له كل الشكر وعميد الكلية الدكتور مصطفى موالدي، وكل الشكر للدكتورة ثناء حسن اللي اشرفت على نجاح المشروع بكل تفاصيله. المشروع أخذ المركز الأول على قسم الميكانيك العام. المعرض كان جامعات الحكومية والخاصة مجتمعة. نلنا المركز الأول ولاحظنا أنه إقبال شديد من الطلاب وكانت تجواء رائعة جدا. صح متعبة وقفات طويلة بس يعني وقت نلاقي الناس عجبتهم الفكرة ومردود ممتاز المشروع فهون الواحد يعني بيرتاح. طب ردة الفعل من الجامعة كيف كانت؟ هي المهمة كعلامات. هلا رئيس القسم كثير عجبوا المشروع وخلونا اياه بالكلية يعني مشان الطلاب القادمة انه بلكي يطوروا المشروع كمان اكثر واكثر. حلو. طيب وسام، يعني الناس بيقدروا يجروا هذا التصميم لمنازلهم او الموضوع حصرا هو بحاجة لمهندس؟ تماما. هلا هذا النظام له عدة افرع. هلا انا كانسان بسيط بدي اعمل هذا النظام، عمرت بيتي عندي واجهة جنوبية
من خلال الشباك اللي على الواجهة الجنوبية أنا بحط زجاج نافذة عادية ممكن تسمح ببرو الأشعة الشمسية بتدفي لي البيت. أما كأنظمة متطورة كتطبيق هندسي أشمل، المهندس بيقدر ياخذ الرؤية الأشمل لتطبيق هذا النظام، بحيث أنه ياخذ يدرس المساحة الكافية لتدفئة الحيز اللي مرتبطة فيه هاي الواجهة، كذلك استعمال نوع الزجاج المناسب. في أنواع زجاج، كل أنواع الزجاج بدخل الطيف المرئي والحرارة، ولكن في بعض أنواع الزجاج بتسمح بدخول ولكن بتضاعف هاي الآلية تبع ضاعف كمية الحرارة اللي نافذة عبرها، فهون بيجي دور المهندس. وأكيد بدنا نعرف منكم يعني خصوصي مثل ما معروف أي حدا مقبل على اختيار اختصاص جامعي بيحب يسأل شخص جربه، فبدي منك أنت تخبر الناس أكثر، الأشخاص اللي ممكن يحبوا يدرسوا هذا الاختصاص المميز أكثر عنه، قديش المستقبل له وقديش ممتعة ممكن تكون دراسته. هلا كل الاتجاهات باتجاه الطاقة المتجددة، يعني هاي بالدرجة الأولى أنه كانت السبب أنه اختصنا هذا الاختصاص، وإن شاء الله نحن موجودين مشان نطور كل شيء مستفيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بغض النظر عن الوقود الأحفوري اللي حاليا في نقص، يعني عاجلا ام اجلا رح يختفي اساسا هو تماما. وسام انت شو نظرتك هيك عن الاختصاص، ليش اخترته؟ انا كمان كذلك الامر مثل ما حكى زميلي قصي، نحن هلا البلد بحاجه لمصادر جديده، يعني مو بس بلدنا، الدول الاوروبيه والعربيه وكل دول العالم عم تتجه باتجاه الطاقات المتجدده، لانه رح يجي وقت وتنضب الابار النفط وتفنى يعني. أكيد. فالمصادر الطاقة الأبدية هي الطاقة الشمسية. أكيد. الطاقة طاقة الرياح، طاقة الأنهار والبحيرات، طبعا في مصادر كتير متجددة، فنحن التجأنا لنلجأ لهي المصادر اللي ما بتنضب ما بتنضب. مثل ما عم نشوف في معظم الجامعات بقلب الجامعة بيكون في أكثر من اختصاص، هذا الشيء بيشمل الطاقات المتجددة؟ عم بيكون في أكثر من اختصاص بقلب الجامعة؟ الطاقات المتجددة هو الميكانيك العام، قوة ميكانيكية تدفئة وتكييف وطاقة متجددة. هن اختصاصين فقط. اختصاص هو تكييف. لا، هو طاقات متجددة فقط لا غير. حلو كتير. طيب في هيك مشاريع مستقبلية لإلكون؟ قلت أنت تضل المشروع بالكلية حتى يتطور، في أنتوا ببالكم شيء ممكن تضيفوا عليه أو حتى مشاريع مستقبلية؟ هلا نحن عم نحاول السلبية اللي حكيناها إنه بفصل الصيف إنه رح نأسدل العازل وما رح نقدر نستخدمه. نحن خارجي أو داخلي العازل؟ هو العازل خارجي على خارج. الغرفة الزجاجية رح تمام. يكون بحيث يمنع دخول الحرارة والأشعة الشمسية من خلال الزجاج. طيب بيكون مكلف حرارة. هو إنه بما أنه خارجي إنه بده ينحط على طول ولا ينشال وينحط؟ هو بس خلال فصل الصيف. أوكي. مثلا فينا نحن نتحكم فيه عن طريق ريموت كنترول، إنه أنا بنزله إمتى ما بدي وبرفعه إمتى ما بدي، فينا يدويا، في عدة تصاميم للعازل ما رح يكون مكلف كتير يعني. أو فينا نعزل كبيرة. نعزل البيت نموذج يعني أو بغض النظر عن الزجاج يعني كله النموذج الإسمنتي مثلا فينا نعزله، مو إنه الزجاج فقط، إنه عزلنا النموذج الإسمنتي ما عاد في داعي إنه نحط تضليل. حلو. عزل حراري يعني. بالنسبة لاختيار مشروع التخرج كتير من الطلاب كمان ممكن يحتاروا، وأنتم ما شاء الله اخترتوا مشروع يعني مفيد جدا بهذا الوقت وفي حاجة ماسة له أكيد كمان، برأيك شو هي المعايير المعينة اللي ممكن الطالب ياخذها بعين الاعتبار قبل ما يختار مشروع التخرج؟ هلا الواحد بس بده يقرر المشروع بده يكون عارف نتائجه. صراحة فتنا المشروع والنتائج ما كنا عارفينها بالضبط شو راح تكون، بس من خلال دراستنا بالجامعة مواد الرابعة والخامسة يعني أثر الزجاج كان أكثر موادنا عن أثر الزجاج بالاحتباس الحراري. فمن هذا المنطلق احنا بدينا بالفكرة هاي والحمد لله كانت نتائج إيجابية جدا. بالفعل مشروع كتير رائع وحلو يعني خاصة هلأ بهي الأوضاع. شكرا كتير لكم. بيتشكر وجودكم المهندس قصي الغزالي والمهندس وسام ديوب اختصاص طاقات متجددة. نورت صباحنا. شكرا. نورت صباحنا. شكرا كتير لكم.